السلام عليكم. عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية باشور على فتاة مرمية في الشارع في حالة جد مزرية، وعليها آثار على مستوى الرأس وعدة كسور. وتلقى مركز التنسيق العملي لقطاع الحماية المدنية بباشور في تمام الساعة 11:24 من ليلة أمس بلاغ من أجل عملية إسعاف وإجلاء ضحية مصابة وسط الشارع بحي الكرمة بولاية باشور. وأضافت الحماية المدنية أنه بعد التوجه إلى عين المكان تبين أن الضحية ملقات في الشارع من جنس أنثى وتبلغ من العمر 31 سنة، لديها إصابات بالرأس وإصابة بالرجل. قدمت لها الإسعافة اللازمة بسيارة الإسعاف ونقلت على عجل إلى المستشفى، وهي متواجدة حاليا بالمؤسسة الاستشفائية تراب أبو جمعة بولاية باشور.